يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الشارح البعلي رحمه الله في كشف المخدرات قال: ومن أخذ بالرخص فسق ومن أخذ بالرخص فسق. يقول هل يتعارض هذا مع ما ورد إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ المراد بالرخص هنا أقوال العلماء، ما هو الرخص التي رخص الله فيها، هذه ليست من تتبعها يتزندق، هذه رخص الله يحب أن تؤتى، مثل المسح على الخفين، مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر، الإفطار في رمضان، هذه رخص شرعية يحب الله أن تؤتى عند الحاجة. لكن المراد بالرخص هنا أقوال العلماء اللي ترخصون بأقوال العلماء، يقول المسألة فيها خلاف، قالوا فلان كذا وقالوا فلان كذا، أنا ما علي أخذ بل يا أبي، هذا ما يجوز، هذا يتزندق، لأن أقوال العلماء كثيرة ويمكن يخرج من الدين بهذه الطريقة، فلا يجوز هذا. نعم، إنما يأخذ من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل، فإذا كان هو ما يعرف الدليل يسأل أهل العلم. نعم.